يعني وبما ان الحلقه سوبر فتعليقاتكم سوبر. يعني اولا بشكركم على التعليقات اللي الناس شايفه فيها ان هي فعلا فرحناها بالسوبر واحنا لسه مكملين معاكم، وده القناه والنادي واحنا بنحاول نقدم رساله لان جمهور النادي الاهلي يستحق الفرحه بالسوبر، لان زي ما بنقول هو الجمهور السوبر. بس في حد مش قادر يفرح بالسوبر، وطبيعي ما يفرحش بالسوبر، بس تصريحاته تجاوزت فكرة الفرح بالسوبر من عدمه، وربما أنا ملتمس له العذر نفسيا، لأن كتير كتير بصراحة أنت كأن قدرك يا أخي النادي الأهلي، كأن كل ما تروح من حتة أنت مش قادر، أهرب من الأهلي أروح على فين؟ هي دي قصة باتشيكو مع النادي الأهلي. عشان كده خرج بتصريحات لما تسمعوها هتعرفوا أن فيها مشكلة كبيرة جدا تستحق ان احنا نعقب عليها. نشوف التصريحات ونرجع نعقب. Não tenho nada contra Carlos, nem os profissionais, o seu clube, os seus afazes, não tenho nada contra. Mas agora entendo, quero mandar um abraço para ele, o senhor Portada Mansur. Entendo agora muito bem, porque não há querido vir jogar aqui hoje. Não quero não, nada contra os futbolistas, nem contra o clube da Arden, nada. Tenho muito respeito. E não é a falar deles, estou a falar só outras coisas, não quero referir especificamente, mas quero aqui saudar Murtada Mansur. Agora entendo muito bem a sua posição. طبعا انا مش هتكلم كتير ومش هخش في تفاصيل. انا عندي احترام كبير جدا للنادي الاهلي ولعيبه الاهلي واداره الاهلي، لكن انا مش هتكلم علشان الاتحاد المصري ما يعاقبنيش. انما انا دلوقتي فهمت ليه مرتضى منصور ما حب ما يلعبش الماتش ده، ما يكونش مشارك فيه، وعشان كده انا بحييه. مسكين يا باتشيكو. باتشيكو بيقول كله عندك مساكين كده النهارده، كلهم مساكين، دي ليله المساكين وليله السعداء، فسيبني بقى ده انا مشحون. فطبعا باتشيكو تصريحه، يعني انا شايف ان ده تصريح لا يليق بمدرب في لحظه زي دي. ليه؟ أنا باتشيكو اتكلم يا جماعة عشان نعيد عليكم التصريح، إن هو بعد المباراة الآن فهم كويس ليه نادي الزمالك رفض يشارك في السوبر. أنا أعتقد يا باتشيكو إنك أنت قلت إنك مش عايز تتكلم في الأسباب عشان اتحاد الكورة ما يعاقبكش. لأ، هو الحقيقة أنت مش عايز تتكلم في الأسباب عشان أنت مش عارف تتكلم في الأسباب، عشان ببساطة مفيش أسباب. عشان ببساطة باتشيكو من أكبر المدربين النموذج لفكرة الباد لوزر. باتشيكو هو فعلا باد لوزر. دايما هتلاقي نوعية التصريحات دي من باتشيكو أمام الخسارة مع النادي الأهلي، خصوصا أن مدرب لا يمتلك في رصيده أمام النادي الأهلي سوى الخسارة، واللي بياخد قضية واحدة الله يكون في عونه، الله يكون في عونه حقيقي. إنما اللي بياخد ثلاثة، اللي بياخد القضية ثلاث مرات، هيبقى زي باتشيكو، هتبقى تصريحاته زي باتشيكو. باتشيكو اللي زمانه بيفكر ان ماذا لو كان اطراف المباريات الثلاثه اللي خسرها ببطولات دي كان فريق غير النادي الاهلي، كان زمانه في السيره الذاتيه بتاعته ثلاث بطولات، ولكن هو عارف ان المانع في كل مره والصخره اللي كانت بتتحطم عليها احلامه هو النادي الاهلي. المرات الثلاثه اللي باتشيكو قابل فيها النادي الاهلي كانت النتيجه خساره وبثلاث بطولات. أرقام قاسية جدا، أرقام فعلا تؤثر على أي مدرب وتفقده اتزانه وتخليه يطلع تصريحات لا تليق بكبر وحجم النادي الأهلي. والنادي الأهلي اللي كسب في مباراة كانت مستحقة، لا في المرة دي ولا في الكاس ولا في القضية، الثلاث مرات يا باتشيكو. فأعتقد النادي الأهلي كان بيرد عليك في كل مرة إنه هو اللي حرمك في سيرتك الذاتية تكون عندك الثلاث بطولات دي. فالدرس قاسي، بس للأمانة الله يكون في عونك، ثلاثة صعبة. هو معذور الحقيقة، ولكن يعني هو مش عارف ليه راح للقصة دي. وأنا كاد أجزم كمان إن هو عنده كلام كان ممكن يقوله، لأنه أبدأ إن هو متخوف من الاتحاد المصري لكرة القدم أو من عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم. الحقيقة أنت كنت متحمس جدا لأداء المباراة دي. الحقيقة أنت لعبت كأس مصر أو نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي، وقدرت تصل الحقيقة مع النادي الأهلي للإكسترا تايم، وده شيء إيجابي جدا ليك كفريق. لكن أنت بتخاطب مين؟ أنت مش مدير فني لفريق جماهيري. هل أنت مثلا قلقان من إدارة ممكن تقيلك بعد الإخفاقات اللي تحققت؟
هل انت قلقان ان اقصى طموحاتك كان بيقف عند اقل نقطه في النادي الاهلي؟ هل انت قلقان ان انت تواجه النادي الاهلي مره اخرى فبتبدا تدور من دلوقتي على الشماعات ان انت لما تقابل النادي الاهلي هتعرض لظلم؟ الحقيقه لو رحنا للمباراه واي حاجه حصلت في المباراه دي هتلاقي ان النادي الاهلي تم ظلمه تحكيميا بشكل بشع، تم ظلمه تحكيميا بشكل واضح وهنتعرض لده. لكن النقطه الاهم انت متاكد ان نادي الزمالك انسحب من مواجهه النادي الاهلي للاسباب المعلنه من قبل نادي الزمالك؟ انت اكيد عارف الاسباب المعلنه، انت اكيد واجهت نادي الزمالك واكيد واجهت النادي الاهلي، اكيد اكتر حد يعرف قيمه النادي الاهلي فنيا المدرب اللي بيواجهه، المدرب اللي مش قادر يخترق حصون النادي الاهلي ولا قادر يمنع هجوم النادي الاهلي من التسجيل في شباكه. الحقيقه باتشيكو انت مدرب صنعك منافسين وحطمك نادي اسمه النادي الاهلي طبعا داخل كره القدم المصريه، انت ممكن بقى تروح تحقق نجاحات في اي مكان تاني لكن في وجود النادي الاهلي انت صعب. ممكن الانديه تستفيد وانت برضو ربما تستفيد، برضو اسمك وصورتك وشكلك اتحط امام النادي الاهلي في بطوله السوبر فبيتم القاء الضوء عليك. لكن الحقيقه اذا كان نادي الزمالك انسحب ففي ابن من ابناء نادي الزمالك لاعب سابق في نادي الزمالك وضح الحقيقه اللي البعض عارفها كويس قوي بس بيرفض ان هو يذكرها، بيذكرها بحجه لاعب نزل في الدقيقه حاجه و70 الحقيقه يعني، وكل لعيبه النادي الاهلي مميزين، لكن هي القصه كلها هي ايه الشماعه اللي هنقدر نهرب بيها من مواجهه النادي الاهلي وهو في مستواه الحالي وانا لسه عندي مشاكل فنيه كتير جدا وعندي مدير فني جديد ممكن يكون دي نهايته امام النادي الاهلي زي ما باتشيكو ما بيكتب نهايته دايما امام النادي الاهلي. خلينا نروح للكابتن بشير التبعي احد ابناء نادي الزمالك لاعب سابق في نادي الزمالك وهو بيوضح سبب الانسحاب امام النادي الاهلي في بطوله السوبر. يعني الزمالك لو كان بيلعب بكره ما كانش هيكسب؟ لا وممكن يخسر بفضيحه كمان يعني. يبقى عشان كده تم الاعتذار؟ لا الاعتذار ده عشان حقه. لا عشان لا حقه. ما انا قلت لك عشان حقه. بص انا بقول ليه ولا عليا؟ طب مثلا اقول لك لا الزمالك لو لعب بكره هيكسب، ايه المشكله؟ هو الزمالك مش هيلعب خلاص اعتذر. اقول لك لو لعب هيكسب ويكسب سكور كمان، اقدر اقول كده بس انا ما بقولش كلام بهجس فيه وخلاص، انا بقول لك الحقيقه. الزمالك لو لعب هيخسر وهيخسر بسكور، زي ما انا قلت لك كده ماتش الزمالك الاخير لو إيه؟ الحمد لله ان الزمالك خسر 1-0 بس او 2-1 بس، ده كان ممكن تبقى فضيحه. وانت برضو الكلام ما عجبش وبتاع وهي دي الحقيقه، انا عارف انا بقول لك ايه. انا كنت بلعب في الفرقه دي ولامسها كويس قوي وحاسس وبعرف ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ احنا لعيبه نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي دي في الوقت الحالي بتلعب في ال 11 في التيم دي لعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها، لعيبه بتشوف لعيبه النادي الاهلي في الملعب بيجي لها يعني حاله مش طبيعيه. ليه ما لسه كسبانين الاهلي السنه فاتت في الكاس؟ ما ده كان ظرف كده وخلاص يعني. ظرف؟ انا بقول لك هو كان ظرف. ظرف وخلاص يعني، بقول لك اللعيبه دي ماتش الاهلي لو طول شويه بتاع الكاس ده لا النادي الاهلي تلاقيه عادي في الدقيقه 94 الدقيقه 95 ممكن يلعب بريناتو ويكسب. يعني الامر فني واضح جدا، قصه ان الزمالك ينسحب ويطالب بحقوقه ده ممكن نتكلم فيها كلام كتير جدا، لكن الامر فني ايه؟ قال لك ده يخسر بفضيحه. قال لك انا لعبت في الفرقه دي وعارف ايه اللي ممكن يكون بيتم في الفرقه دي، اللعيبه دي مش واثقه انها تقابل النادي الاهلي، اللعيبه دي مش واثقه انها تقابل النادي الاهلي، حتى لو في فتره من الفترات في مباراه من المباريات قدر نادي الزمالك يفوز، احنا بنتكلم على الوضع الفني الحالي. الوضع الفني الحالي صعب جدا، صعب جدا تتفوق على النادي الاهلي في الظروف دي اللي بيمر بيها النادي الاهلي في التوقيت ده مع التوقيت اللي بيمر بيه نادي الزمالك من تغيير مدير فني، من مدير فني بيلعب بشيكابالا مركز 8 لاول مره في تاريخه بيلعب بدبل 8، يعني كان صعب جدا، دفاعات مفتوحه بشكل واضح جدا وشفنا الكلام ده في مباراه الزمالك الاخيره، وده كلام فني مهم جدا من بشير التبعي بيوضح ان الزمالك لو كان لعب مش بس كان هيخسر، لا ده على حد تعبير بشير التبعي كان هيخسر بفضيحه، وناس كتيره قوي فاهمه كوره كويس قوي عارفه ده، حتى بعض الاعلاميين اللي لنا واقفه معاهم في يعني قادم الحلقه كان بيتحدث عن ان لا ده حق وحق والزمالك قادر يكسب. الحقيقه هو لما درب نادي الزمالك قال لك انا فضلت اعالج اللعيبه نفسيا ان هم ازاي يواجهوا النادي الاهلي وان هم ينزلوا المباراه عندهم طموحات ان الكفه متساويه. فالحقيقه واضحه جدا ان لولا تدخل وجود بيراميدز كانت مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في كاس السوبر هتنتهي في الدقيقه 90. انا حاسس بالذنب، حاسس ان ممكن اكون اسات الظن بباتشيكو شويه، اتكيت على باتشيكو شويه، لان اذا كان كابتن نادي الزمالك نفسه شايف ان الزمالك كان هيخسر بفضيحه وسكور، لكن يا جماعه باتشيكو شايف
ان فريق اللي جاب اخره على فكره بيراميدز في المباراه دي جاب اخره فنيا بصراحه، يعني جاب اقصى ما عنده، شايف ان كل ده وطلعت خسران 1-0 وراجل درب الزمالك وعارف امكانيات الزمالك، ما يمكن شايف لو الزمالك كان في نفس المشهد كان هيخسر بنتيجه كبيره وبفضيحه زي ما قال كابتن نادي الزمالك، فيمكن الراجل قصده الزمالك انسحب عشان كده. وارد، لان شايف الاهلي فنيا فقال لك انا عرفت ليه هم سابوا. طيب بص يا بتشير، لو كان ده السبب فطبعا انت هتكون راجل موضوعي، ولكن بس ده مش هيوقف اتحاد الكوره. ما هو لو مش ده السبب هو ده بقى اللي جاي لنا. لو احنا يعني برضو بنحب نفتش في النوايا شويه هنا في خط احمر، فلو في فرضيه تانية مخلياك مش عايز تتكلم عشان اتحاد الكوره، تعالى نقفلها عشان ده ليله السوبر وليله الكاس السوبر، فما بنحبش احنا في الليالي اللي زي دي نسيب لحد حاجه. فتعالى نشوف لو كلامك تحكيميا وبتتكلم ان انت كان لك حق تحكيميا، هنجيب لك خبراء التحكيم وكعهدنا مش احنا اللي بنتكلم، خبراء التحكيم هم اللي بيتكلموا. نشوف الخبير التحكيمي احمد الشناوي قيم المباراه تحكيميا ازاي بحالتها، ونشوف هل حتى ده كان لباتشيكو ليه راي فيه وكده يبقى هو كان بيقلل من النادي الاهلي، ولا احنا اسأنا الظن بالراجل وكان خايف على الزمالك من الفضيحه. نطلع ونشوف الفيديو. اللعبه دي هل هناك في بص بقى هنا مفيش فرصه، لان في لاعب جاي قريب الفرصه الحقيقه مش موجوده، لكن لو كانوا دول ابعادوا بعدين هنا اللعيب بيمنع في لاعب تاني جاي، فالفرصه الحقيقه مش موجوده، تعتبر تبع الهجمه الواعده، وبالتالي الانذار فيها قرار صحيح. هو طالع عشان يوقف الكوره، بص عايز يستقبل الكوره، هنا اللعيب اللي قرب خلاص، فطبعا والقوه المستخدمه مش هي، والانذار هنا القرار قرار صحيح والانذار مستحق. طبعا هو كهربا يعني خلق لنفسه المساحه اللي اي تلامس ليه يحصل له بعد كده هياخد خطا، سواء خارج منطقه الجزاء او داخل منطقه الجزاء، فبالتالي ركله الجزاء قرار صحيح. بص هنا خلاص، وهنا اللعيب طبعا خلاص فقد كل حاجه، فقد الكوره، فقد التوازن، عرقل كهربا ودفع كهربا، فبالتالي ركله الجزاء صحيحه وقرار الحكم قرار صحيح بالاحتساب، والفار اكد له هذا القرار. تلاقي لاعب بيراميدز مش رايح للكوره، ده مش التحام عادل، لان هو بص الكوره فين وهو رايح بالشكل ده، وبالتالي هنا القرار هنا كان لابد من ركله جزاء وحكم المباراه، يعني الفار كان لازم يستدعيه طبعا البنا. الحاجه الاخيره بقى اللي كنت اتمناها، يعني محمد الشناوي بالشكل اللي عمله ده كان لازم ياخد انذار. طبعا تقول لي حكم الفار ما تدخلش بالشكل اللي بيعمله ده، كان لازم هنا بقى كان ده دور يعني الحكم، لكن محمود البنا حب ان يعني ايه بيهدي الامور وشايف اشتباكات كتيره، ولكن كان على الاقل هنا محمد الشناوي لازم ياخد انذار. مش محتاج يعني، اعتقد التفسير التحكيمي بيقول في حته مختلفه تماما، بل بالعكس انا مش عايز اقعد بقى عند باتشيكو في النقطه دي خالص، لان باتشيكو احنا ردينا عليه بما فيه الكفايه، والقصه عندي اكبر من باتشيكو.